السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكل مشتركين قناة روح وريحان الخياطة والكروشيه اليوتيوب، ومرحبا بكم البنات. اليوم البنات جينا نعملوا هذا الورود من شرائط الساتان، شرائط الأورغانزا، يعني اللي عمل هذا السكتة شعر. مهم، شرائط جميلة جدا وورود جميلة أيضا. لاحظوا عملت اثنين، راح نزيد نعمل معكم بهذو ألوان أخرى، يعني هذا الشكل. نوريكم طريقة العمل. واش نحتاجو؟ نحتاجو بريكي، نحتاجو متر القياس، نحتاجو مقص البنات، نحتاجو هذا الشرائط تاع الساتين من لورغانزا البنات، راح نعملو به الورود. نحتاجو كذلك إبرة من هذا النوع، ولا هذيك اللي تكون طويلة ماشي مشكل، اللي متوفر عندك. ونروحو البنات نبداو نعملو. نحتاجو طول 50 سنتي، خمسين سنتيم البنات، لاحظوا 50 سنتيم. قصوا بالمقص، حطوا هادو على جهة البنات، حطوا كلش على جهة باش يبان لنا الشغل تاعنا. نجيو هنا البنات كذلك، نعملو هكذا، نجيو لهذا الجزء البنات، لاحظوا هكذا، نقصوا بهذا الطريق. ونبداو البنات، لاحظوا هكذا البنات، هكذا، نعمل كامل هذا الشريط بنفس الطريقة. هذه أجمل ورود هذه، وكما نقولوا هذه الوردة سهلة وبسيطة جدا، تقدري تعمليها في الفساتين، تعمليها في يعني تزيين كما نقولوا خاصة الفساتين، اللي تعمل الفساتين تحب تزينهم. هذه أسهل وردة، يعني وردة سهلة وبسيطة للمبتدئين، خاصة اللي يتعاملوا بشرائط، يعملوا بزاف الورود وشرائط ساتان. حبيت نعملها معكم باش نستفادوا كامل. تعملي بها توكات الشعر، تعملي بها كذلك ليسيغتات البنات. لاحظوا البنات وصلنا هنايا، نجيبو كذلك، عفوا، نركبو هنايا في هذه هكذا، يعني جزء بسيط فقط. داغي بشويه البنات، يعني متسع فيها. بديت السحبي، تسحبي هكذا ببطء البنات،
هكذا يا بنات تنوصلوا للنهاية. لاحظوا البنات سحبناها هكذا هذا هو الشكل تاعها. لاحظوا نجو هنايا البنات قصوا هذا الجزء هكذا جيبوا كذلك هذه هكذا البنات شوف الشكل تاعها جميل جدا. هذو هما الورود نجيبو كذلك نقولكم مش راح نزيدو نعملو نجيبو مسدس الشمع البنات ونجيو نجيبو كذلك جيبوا البنات ايضا هذه هكذا هيا حطوها هنايا ايضا هكذا البنات يعني هكذا نحو هذا السيليكون هكذا لاحظوا ايضا هنا كذلك هنا ايضا لاحظوا نجو هنايا البنات نقولكم واش راح نعملوا في الوسط هنايا هكذا نجيبوا هذه هكذا نعملوا هذه هكذا لاحظوا في الوسط نجيو الاطراف ايضا لاحظوا البنات هذا هو الشكل النهائي تاع هذا. ديريه تزين البنوتة تاعك مع فستان او تقدري ديريها مع سيختات كذلك نقولوا شكله جميل جدا. لاحظوا ان شاء الله كامل تكونوا استفدتوا معايا في هذا بما يخص هذا الموضوع. حبيتي في اللون الابيض اعملي تي الالوان اللي تولمك اعمليهم عندك سعر البيع يعني هذا راه 4000 وهذا شرائط ديرو 18000 للبوبينه وحسب تيا شحال تبيعيه تقدري تبيعيه حتى 15000 هذا شوفي يعني ما فيش خدمه بزاف 15000 تربحي فيه شحال. واش نقول لكم البنات ما تنساوش فعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ماذا بكم لي جيم او لي كومونتير والى فيديو اخر ان شاء الله وباذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.